بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بفضله تتم الصالحات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه من الأرض والسماوات. معالي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة، سعادة الفريق الركن طيار بندر سالم المزين رئيس الأركان العامة للجيش، سعادة الشيخ الدكتور عبد الله مشعل الصباح وكيل وزارة الدفاع، إخواني وأبنائي وبناتي قادة وضباط ومنتسبي وزارة الدفاع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الليلة المباركة من شهر رمضان الفضيل يسعدنا أن نزور وزارة الدفاع لنهنئ قيادتها وقادتها ومنتسبيها بحلول هذا الشهر الكريم. دعينا الله القدير الحليم أن يعيده على كويتنا الغالية وشعبها الوفي وسائر بلاد المسلمين بالخير واليمن والبركات. إخواني وأبنائي حماة الوطن، ونحن نعتز بقواتنا المسلحة، حصن الوطن الأبي ودرعه المتين القوي، فإننا نجدد ثقتنا بمنتسبيها الأشداء المخلصين الأوفياء الذين ارتضوا حمل أسمى رسالة الدفاع عن الوطن وحمايته، وإنها لشرف عظيم وأمانة كبيرة ومسؤولية جسيمة تتطلب بذل النفس قبل النفيس فداء لوطننا العزيز. إخواني، إننا نحرص كل الحرص على تقدم قواتنا المسلحة وتطويرها وتقديم الدعم لها. ركائزنا في ذلك تسليح حديث وكوادر بشرية مدربة بأعلى تدريب. وفي هذا الصدد نقدر حرص وزارة الدفاع على تعزيز قدراتها القتالية ورفع مستوى التدريب والجاهزية الدفاعية في ظل ظروف استثنائية تشهدها الساحة الأقليمية تدفع نحو تحقيق أقصى درجات اليقظة والاستعداد لقواتنا المسلحة. ونثمن الجهود المبذولة التي توجت بنجاح تمرين تكامل واحد الذي شهد جهودا مشتركة وتوحيد المفاهيم وتبادل الرؤية والخبرات بين قوات درع الجزيرة والقوة البرية الكويتية. كما نقدر الجهود التي تقوم بها القوة الجوية بالتعاون والتنسيق مع الإدارة العامة لخفر السواحل لتحقيق أقصى درجات الجاهزية لحفظ أمن الوطن وسلامة مياهه الأقليمية، مشيدين بجهود القوة الجوية في دعم وتسهيل نقل المساعدات الإنسانية الإغاثية لمختلف البلاد المنكوبة، لا سيما الشعب الفلسطيني الشقيق،
بالتعاون والتنسيق مع وزارة الخارجية وجمعية الهلال الأحمر الكويتي. ونهنئ وزارة الدفاع بمرور 50 سنة على إنشاء إدارة هندسة المنشآت. حاضنت مبادرات وإبداعات الشباب الكويتي، ونشيد بدورها في الحفاظ على البيئة من خلال إعادة التدوير ومعالجة النفايات لتكون صديقة للبيئة عبر المشاريع الخضراء والطاقة النظيفة. ولتستمر مسيرة التضحية والعطاء من منتسبي وزارة الدفاع، ترسيخ قواعد العدالة والحيادية، واتخاذ كل الإجراءات القانونية حفاظاً على المال العام، تكثيف الجولات التفقدية للمعسكرات والاهتمام بالبنية التحتية، لا سيما مستودعات الآليات والمعدات العسكرية لضمان سلامة تخزينها وتحقيق أقصى استفادة منها، تكثيف التدريب والتمارين المشتركة مع الجهات المناظرة على المستويين الداخلي والخارجي، سواء مع وزارة الداخلية والحرس الوطني أو الجهات العسكرية في الدول الشقيقة والصديقة، لرفع مستوى الأداء وقياس الجاهزية. أهمية التعاون المشترك بين المؤسسة العسكرية ومؤسسات الدولة لحماية الفضاء السبراني الوطني. استقطاب الكوادر الكويتية الشابة وتشجيع أبناء الوطن من الطلبة الخريجين بجميع تخصصاتهم وتحفيزهم للالتحاق بشرف الخدمة العسكرية. وكل ما من شأنه مواصلة قواتنا المسلحة لخدمة وطننا العزيز وحمايته والحفاظ على استقراره. وفي الختام ندعو الله تعالى أن يوفقكم إلى تحقيق ما نتطلع إليه من تطور وتميز لقواتنا المسلحة، وأن يديم على وطننا الغالي الأمن والأمان والعزة والرفعة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.